الوصول لشباك أم إصرال عن طريق ضربة ركنية من أحمد خلفان، واصل الآن في اليمين محمد سالم المال، يعطي كرة عرضية رأسية جول للعربي. ناصر خلفان يأتي بأول الأهداف، جول حلو، جول حلو. شوف 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 ارتقاء ومن أعلى نقطة وفي التسعين. عجيب عجيب عجيب، ناصر خلفان يأتي بالأفراح للعربي في اللقطة الماضية. يحق لك يحق لك بأن تكون الفرحة بهذه الصورة. اللاعب الشاب يثبت وجوده، يعطي أفضلية لفريقه ويرد الآن بالتأكيد ويأتي. هي كرة بينية في العمق، تمريرة إلى ماهر يوسف، خذ وهات، محاولة الآن موجودة، تسديدة لكن خطيرة وتتحط. جول سعيد بوطاهر، يأتي بالتعديل، يأتي بالتعادل، لا يحتاج لكثير من الوقت حتى يعود في اللقاء. ما بحث عنه مارشال الفرنسي، يأتي بكرة لسعيد بوطاهر، عثمان الأساس واصطدت في مين؟ خوخي بوعلم في الكرة الماضية، وعادت لسعيد بوطاهر وواحد واحد. الآن يأتي التعادل في اللقاء وتعود الأمور بالنسبة لصقور برزان مرة ثانية في ملعب اللقاء. هدف مبكر، هدف عربي، لكن الأمور يجب أن تكون كذلك. كرة لدينا في اليمين لأم إصرال، محاولات خالد جبرتي، عرضية تتهيا. الله 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 الله، جول ثاني. عجيب عجيب عجيب، جول يأتي من محمد ياسر ويعلقها في شباك مسعود زراعي، ركنها ركن، وضعها وضع خالد جبرتي في الصناعة، ويأتي محمد ياسر ويعود أم إصرال ويقلب الطاولة على العربي. اثنين أم إصرال، ويعود بأفضلية للقاء، ويقع الآن ما كان يخشاه المتابع الأربعة. ماهر يوسف، تمريرة أمامية، محاولة موجودة، وجول. لازم يسجل، لابد أن يأتي بهدف. ماهر بارع المبدع، واحد من اكتشافات هذا الموسم، واحدا من أبرز الأسماء، يأتي بسادس أهدافه. لكن كابوري في الصناعة، وماهر يوسف في الزيارة، وهدف ثالث لأم إصرال، وعاد العربي للانهيار، عاد العربي للانهيار. ماهر يوسف، من له من اسمه نصيب.